زينب، مع قدوم فصل الشتاء دائما بنسمع انه نحن اكلنا بيزيد، وزننا بيزيد، والخريف ولازم من الخريف بالخريف والشتاء. هلا يمكن بكل الفصول أكيد هنزل مع النفسية والظروف اللي عم نعيشها، دائما بنقول لا، بدنا نحاول نعمل اعتدال بالاكل، بدنا نحاول نرجع وزننا الطبيعي. وبنسمع دائما عن اعشاب التنحيف، في زهورات، الشاي الاخضر، كثير من الاعشاب كثير من الناس بتاخدها مشان تحرق الدهون وتكون الى جانب، يعني فينا نقول نظام غذاء صحي. نحكي عن هي الاعشاب اكثر. معنا اريج درويج، ماجستير في علوم الغذاء. يسعد صباحك يسعد واهلا وسهلا صباحك، فيكي. اهلا فيكم. يسعد صباحك اريج. اهلا. عم نحكي عن موضوع كتير مهم، لانه من الخريف بتحسي صار في تبدل بالمزاج مع تبدل الطقس، صح، صار في فتح شهية عند البعض وقلة شهية عند البعض. ما شاء الله. فخلينا نحكي اليوم عن بعض الاعشاب المتداولة والسهلة الشراء وسهلة التطبيق، خلينا نقول، واللي هي احيانا عم بيكون اثارها سلبيه اكثر من ايجابيه بسبب كثره الاستخدام او عدم المعرفه، او مظبوط. بسبب انه ما في نظام غذائي متوازن بالاضافه الى هالاعشاب اللي ممكن تكون مفيده. يعني نحن عم نسمع مثل الكركديه، الزنجبيل، السلمكي، هدول الاعشاب اللي ممكن يعملوا كسل بالمعده ايضا. صح، خبرينا اريج عن هالنقاط هاي. تمام. هلا هي الاعشاب فيها انواع كثير كثيره، والشيء الحلو انه احنا بنقدر ناخذ كميه من الفيتامينات والمعادن اللي جسمنا بحاجتها عن طريق الاعشاب، ولكن بشرط انه نكون احنا عم ناخذها بالطريقه الصحيحه. يعني ممكن احنا نكون عم نستهلك العشبه مرتين وثلاثه بالنهار، بس عم ناخذها بطريقه او عم نعملها بطريقه غلط، فنحن عم نحول كل فوائدها لاضرار او ما عم نستفيد منها نهائيا. فحنحكي اليوم عن شويه انواع من اكثر الاعشاب المتداوله، شو هي الطريقه وشو هي الكميه المناسبه لكل حدا. هلا نبلش اول شيء بالزنجبيل يلي هو كثير مشهور وكثير بنستخدمه، وخاصه هلا بالشتاء بيكثر شربنا للزنجبيل وللقرفه، للشاي الاخضر، لهي المشروبات كلياتها. هلا الزنجبيل نحن بنعده من الجذور، فهو لازم نحن نغليه. يعني نحن الطريقه الصحيحه لحتى ناخذ الزنجبيل بشكل صحيح، بس اغلب الناس عم تستخدم الناعم لانه التازة الأخضر تمام. غالي سعره. صح، مزبوط. هلا إذا بدنا نحن ناخذ الأخضر فنحن لازم نبرشه أو منجيبه الناعم المبروش الجاهز، ما في مشكلة. بدنا نغليه بين 3 لـ5 دقائق، كل ما نحن بنحب الطعم اللي حدي فيه أكثر فنحن منطول من فترة الغلي تبعه أكثر. طبعا في عنا أعشاب تانية ممنوع تنغلى، هلا حنعرف كيف تتاخد، بس الزنجبيل مسموح إنه نحن نغليه. في كثير من الأشخاص بتاخذ على الريق زنجبيل لحتى تنحف أو لحتى تنزل وزنها، هذا الشيء جدا غلط. الزنجبيل إذا بدنا ناخده مفروض ناخده اما نكون اكلين، يعني بعد وجبه الغداء او المساء، اما على الريق ما لازم ناخده نهائيا، لانه هاي الحدوديه اللي فيه ممكن تعملنا مشاكل جدا بالمعده. طبعا له كثير فوائد، بانه هو بقلل الكوليسترول، بخفض من ضغط الدم. في كثير عالم بتخاف منه انه هو رافع لضغط الدم، معروف كثير انه هو بيرفع ضغط الدم، ولكن هو بالعكس ممكن يضبط لنا ضغط الدم بشكل صحيح. والكميه المناسبه هي كوب لاثنين بالنهار، ما نحن ناخذ اكثر من هيك، لانه مثل ما قلنا انه ممكن نحن نكون عم نضر حالنا اكثر. صحيح. في عنا المشروب الثاني كمان يلي كتير معروف، اللي هو الكركديه، كمان كتير بيزيد شربنا له بالشتاء. هلا الكركديه في دراسات كتير حول تأثيره على الضغط بشكل خاص. طبعا نحن اغلب الدراسات اكدت انه الكركديه لما بدنا ناخده نحن بشكل بارد فهو بيساهم بخفض ضغط الدم، اما لما بناخده سخن فهو بيساهم برفع ضغط الدم. فهي المعلومه كتير دقيقه عند مرضى الضغط، اذا بدهم ياخذوا الكركديه كيف لازم ياخذوه. طبعا الكركديه نحن فينا نغليه، بس طريقه الغلي مو انه نغليه مع المي فورا، بنغلي المي لحاله وبننقع الكركديه بالمي السخنه، ما لازم نغليها لمده طويله لانه كل الزيوت العطريه الموجوده فيها ممكن نحن نخسرها. كمان في عنا البردقوش اللي هو كتير مهم لمرضى السكر، وخاصة مرضى السكر المعالجين بالإنسولين، لأنه بيساعد كتير بتحسين مقاومة الإنسولين بالجسم، فهو بيحسن من امتصاص الإنسولين. كمان نحن بناخده عن طريق النقع، ما لازم نغليه لفترات طويلة، وبيساهم بضبط السكر بكمية كتير عالية. وعندنا اخر شيء المريميه اللي هي لها دور كثير كبير بالحفاظ على بتخفيف اعراض الزهايمر والحمايه من الزهايمر، لانه بتساعد على منع تكسير الاسيتيل كولين اللي هو مركب كيميائي موجود بالدماغ، في حال على العمر بصير في عندنا تكسير بهذا المركب او قله بهذا المركب. فنحن لما بنكون عم نستهلك المريميه بشكل كوب او اثنين بالنهار، فهذا الشيء بيساعدنا على انه نحافظ على الاسيتيل كولين بشكل صحيح، وبالتالي بخلينا نحن نخفف من اعراض الزهايمر او الاصابه بالزهايمر.
الزهايمر. طيب خلينا نحكي، فينا نقول يمكن من اكثر الاعشاب اللي تساعد على حرق الدهون شو هي؟ يعني فينا نقول والزنجبيل. والزنجبيل كمان اكيد. لما طبعا في كثير اشخاص نظام الغذاء بيكون غير صحيح نهائيا، يعني في كثير عشوائيه، في اكلات كثير ما لازم تكون موجوده، وبيشربوا 4-5 كاسات زنجبيل بالنهار، هذا الشيء اكيد ما رح يساعدهم بحرق الدهون. لما نحن بدنا نستفيد من هي الاعشاب بحرق الدهون بشكل صحيح، لازم نحن يكون في عنا نظام غذائي متوازن، كميات مي مناسبه، بالاضافه لهي المشاريب اللي بتساعدنا بتسريع الاستقلاب بالجسم. فهن خطين فينا نقول متوازن، يعني سوا لازم يكونوا النظام الغذائي مع هي الاعشاب. السيراميكي كثير بيستخدموه الاشخاص، ولكن للاسف عم يستخدموها بطريقه كثير غلط. السيراميكي من الاعشاب جدا مفيده اذا قدرنا نستخدمها بشكل صحيح، بتساعد بشكل كثير كبير على ضبط سكر الدم، على تخفيف حالات الالتهاب الموجوده بالجسم ان كانت جلديه او داخليه. ولكن في اشخاص بتاخذها، هي طبعا نحن بنستخدمها كملين، فلما بناخذها لفترات طويله اول شيء حتعمل تموت بالزغابات المعويه، فما حيعود في عندنا امتصاص صحيح للمواد، حيصير في عندنا بعد فتره نقص بالفيتامينات وبالمعادن. الشيء الثاني انه هي بتعمل مثل في يعني بعض الفيتامينات ما بتنحل الا بالاكل او بالدسم، فنحن لما بنكون عم نستهلكها بكميات عاليه وبتساعدنا على اطراح الغذاء بشكل كثير سريع، فنحن عم بصير في عندنا كمان نقص بهاي الفيتامينات. طبعا نحن ما لازم ناخذها اكثر من 7 ايام متتاليه، وطريقه اخذ السيراميكي نحن لازم ننقعها ما بين 10 ل 12 ساعه بمي بارده. السيراميكي ما لازم تنغلى نهائيا، هي طبعا بيكون شكلها مثل ورق الغار او ورق الزيتون. بننقعها بين 10 ل 12 ساعه بمي بارده، وبنستهلكها بمعدل نص كوب النهار. في اشخاص بياخذوا كوبين وثلاثه واربعه مع المتة بشكل مستمر، هذا الشيء ما هو صحيح، نحن حنخسر كل فوائده، بالاضافه انه ما حنستفيد منه نهائيا. فنحن معدل نص كوب بتساعدنا على انه نحن نخسر شوي من الوزن او نخفف من حالات الامساك الموجوده. هي بالنسبه للسيلمكي اللي عم يستخدمه بطريقه كثير وعم تعمل مشاكل معويه، مي بارده قلتي لنا. تماما. طيب يمكن حكينا عن نقطه انه بعض الاعشاب هلا كمان عم تنزاد مع مشروبات مثل المتة اللي حكينا عنها، او عم يحطوا مثلا كاسه زهورات للتسلاية بشكل متكرر، عم يشربوا كميات كبيره زهورات منوعه، يعني بيحطوا المليسه مع الزعتر مع فخبرينا هي الخليط ممكن ياثر سلبا كمان، وكل يمكن الاعشاب اذا اجتمعت مع بعضها غير الزهورات الشامية الورد، يعني الأعشاب اللي هن بيخلطوها، هل ممكن تأثر سلبا؟ أكيد، يعني إحنا في عنا اختلاطات، شيء اسمه اختلاطات دوائية. الأعشاب تقريبا نفس الشيء، يعني إحنا لما في عنا أعشاب ومنخلطة مع بعضها ممكن تعمل تأثير جدا سلبي على الشخص. هلأ في أعشاب معروفة إنه مثل الزنجبيل مثلا مع القرفة، هاي ما بتأثر على بعضها، هون فينا نحن ناخدهم. الكركم نحن إذا ضفناه للفلفل الأسود كمان هذا ممتاز جدا بالشتاء، بيرفع المناعة بنسبة كتير عالية وبيحسن كتير من الهضم بالجسم. بس نحن مو مع إنه ينخلط كمية كتير كبيرة من الأنواع سوا، لأنه نحن حنخسر فوائدهم، ما حنقدر نستفيد منهم صح. بالإضافة أنه ممكن نحن يصير في عنا تفاعل يعملنا شيء سام بالجسم وما نقدر نحدد من شو، فنحن نحاول ناخذ الزهورات بشكل منفصل، غير مثل ما قلتي الزهورات الشامية اللي بتجي هي أساسا معمولة خليط، هاي ممكن نحن ناخذها، بس نحاول نحن ما نخلط أنواع كتير كبيرة وما نستهلكها بشكل جدا كبير. يعني ما ضروري نحن كاسة زهورات لحالة الصبح ومساء وظهر، بالإضافة نضيفها للمتة نضيفها للهيك، نحن خلص نكتفي بكوب لاثنين من الزهورات خلال النهار كامل. طيب خلينا نحكي عن الكميات، يعني دائما الظن انه انا اذا كثرت شرب هي الاعشاب ممكن اخسر وزن، ممكن ساعد انه صحتي تكون سليمه، لا، هذا المعلوم فينا نقول خاطئ. الاعتدال بالكميات، لما نقول شاي اخضر بدنا نشرب كاسه، مش بنشرب 5 كاسات مره صبح. نفس الشيء الزنجبيل، نفس الشيء باقي. قديش كمان الاعشاب ممكن الكميات تلعب دور؟ يعني لما انا اشرب بدل ما يكون في لها اثار ايجابيه يكون لها اثار سلبيه على صحتي. تماما. هلا مثلا ذكرنا هلا البردقوش اللي له دور بضبط السكر بالجسم، فنحن لما بناخده بكميه كوب لاثنين بالنهار، طبعا كوب كمان ما بده يكون بكميه كثير كبيره، يعني كوب بحجم متوسط، فنحن هون بنكون عم ناخذ فوائد. يعني في اكواب صحيح الكبيره هي في اعتدال صحيح، يعني اذا بدنا نعدها هي فهي يعني عن ثلاث او ثلاث طناجر. تماما. فنحن بدنا نحاول ناخده كوب لكوبين، لانه اذا اخذناه كميه اكبر او مع الانسولين ممكن يعملنا نوبات هبوط سكر
السكر. فنحن بدل ما نكون عم نساعد بانه نضبط السكر بجسمنا بشكل صحيح، نحن عم بيصير في عنا نوبات هبوط سكر. فنحن شو ما كان النوع بشكل عام ما نتجاوز الكوب لاثنين بالنهار. السينامكي مثل ما قلنا بتكون نص كوب بالنهار، ابدا ما نتجاوز هاي الكميه منها. وفي عنا اشخاص ممنوع ياخذوها، هن الحوامل، المرضعات، الاشخاص تحت عمر 12 سنه يعني الاطفال، والاشخاص اللي بيعانوا من انسداد بالامعاء او مشاكل بالامعاء، لانه هي كلياتها حتزيد المشكله عند هدول الاشخاص. نعم أريج، يعني بدنا نشكرك على كل هالمعلومات المهمه، وخاصه انه هي متداوله جدا عند الناس بمعتقدات خاطئه. ما في شيء بيضبط اي حتى اي عشبه مهما كان فوائدها اذا ما كان في نظام متوازن. بالضبط. شكرا لك يا أريج. شكرا لك. شكرا لك أريج درويش، ماجستير في علوم الغذاء، على وجودك معنا. شكرا كثير. شكرا لك.